العالم لا يزال يسجل مزيدا من الحالات، لا يزال النشاط موجودا حول العالم، الجائحة مستمرة، هذا النشاط موجود في عديد من دول العالم بما فيها دول في محيطنا وفي إقليمنا، لذلك مهم أن نعي بأننا جزء من هذا العالم. طبعا هذا الموضوع يتأكد حاليا مع قرب عودة إمكانية السفر للمحصنين. نؤكد أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة لبس الكمامة وضبط تجمعات المخالف في جميع مناطق المملكة. على صعيد موازي تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل سواء في القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي، كما تستقبل وزارة الموارد البشرية أيضا البلاغات على مخالفات الإجراءات الاحترازية في تطبيق معلن الرصد والذي يمكن تحميله على أجهزة الجوال. نشهد هذا اليوم تحليق حوالي 385 رحلة دولية من 9 مطارات في المملكة العربية السعودية، يأتي ذلك حقيقة وسط تجهيزات واستعدادات كاملة وإشراف ميداني من قبل مسؤولي الهيئة هذه الليلة بعون الله تعالى لتطبيق الخطط التشغيلية وفقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة لهذه المرحلة. سيتم التحقق من شروط السفر سواء عبر المنافذ البرية والبحرية وكافة المنافذ الدولية آليا من عند كاونتر الخاص بإنهاء إجراءات المسافر، لذا ستخضع جميع المرافق المرتبطة والقوى العاملة فيها كذلك بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة. في البداية يشترط على جميع القادمين من غير المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 8 سنوات تقديم ما يثبت خلوهم بالإصابة بالفيروس بناء على تحليل من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز موعد إجراءه 72 ساعة موعد المغادرة. وهنا أود الإشارة إلى أن الحجر الصحي بكافة صوره يعد من أهم الاستراتيجيات للوقاية من انتقال الفيروس بكافة أنماطه وتحوراته.